بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في الدروس السابقة حكينا عن موضوع الوراثة أو موضوع الانهيرتنس واتفقنا أنه باختصار شديد فكرة الوراثة أنه بيكون موجود عندي مجموعة كلاسات مثلا موجود عندي الكلاس A والكلاس A في داخله مجموعة من الأوامر سواء كانت هذه الأوامر ميثودز أو كانت هذه الأوامر عبارة عن variables أو اتريبيوتس والكلاس C كذلك موجود في داخله مجموعة من المحتويات لنفترض أنه أنا لزمني في داخل الكلاس C مجموعة من الأوامر محتوى في داخل الكلاس A أنا مش بحاجة إن أعيد كتابتها لا كنا نقول إنه بنخلي الكلاس C يرث الكلاس A من خلال الكيورد إكستنس فبالتالي محتويات الكلاس A تضاف بشكل تلقائي في داخل الكلاس C الان جزئية ثانية حكيناها عن موضوع الوراثة انه ما في شيء اسمه ملتيبل انيريتانس في داخل الدارت او ملتيبل انيريتانس في داخل لغة الدارت فبالتالي انا ما بستطيع انه اخلي الكلاس سي يرث من اكثر من كلاس في نفس الوقت يعني خليني افترض انه موجود مثلا هون مجموعة من الخصائص او مجموعة من الاوامر في داخل الكلاس بي ومجموعة من الاوامر في داخل الكلاس اي، الان سي بيلزموا مجموعة الأوامر اللي في A وفي B في نفس الوقت فما بستطيع أني أجي أقول والله السي يرث الـ A ويرث الـ B يعني ما بستطيع أقول C extends A و extends B متفقين على هذا الجزئية الآن في الدرس رقم 54 حكينا عن فكرة الانترفيسز واتفقنا أنه الانترفيسز نوعا ما بحل هذه المشكلة كيف نوعا ما بحل هذه المشكلة كبداية أنا بستطيع من خلال الانترفيسز وباستخدام الكيوردز امبليمنتس أني أخلي الكلاس سي يرث من أكثر من كلاس يعني أخلي بشكل عام الكلاس يرث بأكثر من كلاس ولكن في مجموعة من القيود اهم هذه القيود في هذه الحاله انه انا لما بدي اخلي الكلاس سي امبلمنتس مش مش extends. implements لكلاس A والكلاس B فبالتالي هو الزمني في هذه الحاله في ايش الزمني اني انا اعمل اوفر رايد لجميع محتويات ال B ولجميع محتويات ال A في داخل ال C يعني الزمني بمجموعه من القيود وهذه القيود يعني ممكن انها تكون يعني خلينا نحكي لكم مبرره في حال انه الهدف من موضوع الانترفيسز انه انا في بعض الحالات بدي الزم الوارث انه الزام بدي الزمه انه يعمل اوفر لجميع محتويات هذا الكلاس طبعا في لها حالات محدده زي والله مثلا موضوع البلجنز وموضوع المطورين ولكن خليني افترض انه الموضوع طبيعي جدا عادي جدا انا بدي اخذ مجموعه من الصفات الموجودة في A ومجموعه في نفس الوقت برضه مجموعه من الصفات الموجوده في B واضيف في C يعني بدي اخلي C يرث ال A B بنفس الوقت دون قيود وهنا بنيجي لموضوع الميكسن موضوع الميكسن باختصار شديد او الميكسن باختصار شديد هو عباره عن شكل من اشكال الكلاسات بمكنني اني انا اعمل وراثي لاكثر من كلاس بنفس الوقت دون قيود او يعني بدون القيود اللي كانت موجوده في داخل الانترفيسز لو جينا هنا على البرنامج وطلعنا موجود عندي هذا الكلاس هذا الكلاس اسمه بارك بارك اجلكم الله اللي هو صوت الكلب اللي هو العواء وفي موجود عندنا هنا الدالة فويد بارك وهذه الدالة بتنفذ لي أمر طباعة الباركينج برضو موجود عندي كلاس فلاي فلاي اللي هي الطيران وموجود عندي هذه الدالة اللي بتنفذ لي أمر طباعة اللي هي عملية الفلاينج وموجود عندي كلاس كرول اللي هو الزحف وبطبع لي أو بنفذ لي عملية طباعة على الكرولينج. وموجود برضو عندي إكلاس اللي هو الانيمال إكلاس الانيمال موجود في داخله دالة التنفس بريث وبطبع لي الكلمة breathing الآن في عندي موجود أجلكم الله كلاس اسمه دوغ وهذا الكلاس دوغ فعليا هو من صنف الأنيمال برضو البات هي من صنف الأنيمال برضو السنيك الأفعى برضو من صنف الأنيمال طيب أنا الآن بدي أخلي الدوغ يرث جميع الصفات وجميع الميثودز الموجودة في دالة الأنيمال وفي نفس الوقت برضو بدي أخليه يرث صفه البارك، طبعا صفه البارك هي خاصه فقط في الكلب اجلكم الله، بينما صفات الانيمال يعني موجوده في داخل ما بقدر اني اجي اقول في داخل الكلاس انيمال والله باركنج لانه مش كل الانيمال باركنج، فبالتالي انا اضطريت اني اخلي الباركنج في داخل كلاس خاص فيها، ثم في داخل الانيمال انا ضفت الصفات والدوال اللي مشتركه في جميع الانيمالز تمام؟ فبالتالي انا في هذه الحاله بدي اخلي الدوق يرث الانيمال وياخذ جميع صفات الحيوان اللي هي والله بريثينج اللي هي مثلا آآ آآ ووكينج مثلا مش توكينج ووكينج ديروا بالكم اللي هي ووكينج مثلا اللي هي إيه مثلا له أربعة أرجل اللي هي مثلا إيه له ذيل وهكذا جميع الصفات ودوال الأنيمال ثم بدي يرى الصفات الخاصة بهذا الكائن من ضمنها مثلا والله صفة البارك فهون إحنا بحاجة وهكذا طبعا إيه نفس الفكرة البات ونفس الفكرة السنيك فبالتالي إحنا بحاجة الفكرة المكسن طب كيف بدنا نطبق فكرة المكسن أول شيء بنيجي على هذا الكلاس اللي هو انا بدي اخليه إيه إيه يعني إيه كوراثي ثاني او بدي اخليه وارث اخر باجي هنا بقول ميكسن هاي ميكسن هيك بكتبها بدل كلاس اللي هي ميكس ان ميكسن يعني خلط او خلاط او مولينكس نفس الفكره يعني ميكسن ثم برضه في نفس الحركه بنعملها هون مع الفلاي بحكم انه هذه عباره عن شيء خاص بكلاس معين مش عام زي الكلاس انيمال ونفس الشيء هون كرول نيجي بنعملها ميكسن الان انا بدي اخلي الدوج يرث صفات الانيمال ثم يرث صفات الكلاس اللي اسمه بارك فباجي بستخدم الكي with وذ فباجي بقول dog extends animal وبعدين باجي بقول له وذ وذ بارك هاي كنترول في هاي وذ بارك فبالتالي في هذه الحاله طبعا هنا البي عندنا كابيتال البي كابيتال فبالتالي في هذه الحاله لاحظوا انه ما اعطاني خطا هنا الدوج ورث جميع صفات الانيمال وورث بنفس الوقت جميع صفات الكلاس اللي اسمه بارك وهذه الحركه برضه بنسويها مع البات البات برث صفات الكلاس اللي اسمه فلاي فبنيجي من كله هنا وذ. انا قاعد في منطقه ضيقه و... والكيبورد بعيد عني فمش مرتاح عشان هيك بطيء شوي نفس الاشي هنا السناك برضو بورث اه اللي هي الكرول الزحف فبالتالي وبرضو بورث صفات الانيمال فبالتالي هون بنيجي من كل وذ هاي كنترول في وذ كرول الان موجود عندي في داخل السناك موجود عندي اول شيء برنت سناك وثم بريثنج داله بريثنج طبعا داله بريثنج راح يستعملها ليش راح يستعملها؟ لانه السناك عامل اكستنس للانيمال فبالتالي راح يستعمل هذه الدالة ثم دالة الكرول دالة الكرول موجودة في داخل الكلاس دالة الكرول موجودة في داخل الكلاس اللي اسمه كرول الان لو جينا بدنا على الفويد مين بدنا ننشئ كائن من الكلاس اللي اسمه دوغ فسوينا دوك بس لاحظوا معي هنا انه هذه سمول وهذه كابيتال يعني انا بامكاني وعارفين انه هذه اللغه عباره عن سنسيتيف كيس فبالتالي السمول بتفرق عن الكابيتال ثم جينا كلنا دوغ دوت بريث ولاحظ معي انه في داخل الدوغ مش موجود داله اللي بريث اللي ورثها من الانيمال ثم بدي برضو يورث من البارك اللي هي الدالة اللي اسمها بارك فبالتالي باجي بقول له دوت بارك هاي ورثها وما اعطاني اي مشكله ثم انا هنا سويت كائن من السناك اللي هي الافعى وجينا كلنا له سناك دوت ديسبلي ولاحظ معي انه في داخل الديسبلاي بورث الدال الديسبلاي بتاخذ البريث من ال الانيمال برضو بتاخذ الكرول من داخل الكلاس اللي اسمه او من داخل المكسن اللي اسمه كرول ولو جينا نفذنا هذا البرنامج لاحظ معي انه تنفذ 100% دون اي مشاكل ونفذ لي فكرة المكسن هذه باختصار فكرة المكسن طبعا في عندي جزئيتين انا بدي احكيهن قبل ما اني انتقل للجزئية الثانية او القسم الاخر من اقسام هذا الدرس الجزئية الاولى انه الميكسن مثل الابستراكت كلاس شو يعني مثل الابستراكت كلاس يعني انا ما بستطيع اني اسوي منه اوبجكت يعني لاحظوا معي مثلا هذا الميكسن بارك لو جينا هنا في المين بدنا نسوي منه اوبجكت لاحظوا معي انه مباشرة اعطاني خطأ وبيحكي لي انت ما بتستطيع انك تسوي من المك... المكسن اوبجكت هذه الجزئية الاولى طيب الجزئية الثانية انه احيانا انا بحاجة للميكسن اني استخدمه كميكسن واستخدمه ككلاس فبالتالي انا ما في عندي مشكلة اني اجي اقول والله هيك كلاس بارك واستخدمه كميكسن يعني لاحظ معي هنا او الجزئيه قبل ان انا اسوي له مثلا اوبجكت ثم ما اعطانيش خطا لما انا استخدمته كميكسن ولاحظ معي لما جينا نفذنا البرنامج تنفذ دون اي تا مشكله الجزئية الأخيرة اللي بدي أحكيها بالنسبة لموضوع الميكسن اللي هو موضوع الأولويات خلينا نشوف هذا المثال مشان نفهم هذا الجزئية لنفترض انه موجود عندي الكلاس A وموجود عندي الكلاس B وموجود عندي الكلاس C وموجود عندي الكلاس اللي اسمه ميكس. الان جميع هذه الكلاسات ملاحظين بتحتوي على ميثود، هذه الميثود اسمها فو، هون اسمها فو، هون اسمها فو، نفس الاسم في جميع الحالات ولكن في كل كلاس من الكلاسات آآ آآ هذه الميثود بتنفذ عمليه معينه، يعني هون هذه الميثود بتطبع A وهي بتطبع B. وهي هذه بتطبع سي الان موجود عندي وبرضه هون في الكلاس اللي اسمه ميكس بتطبع ميكس ما تسالنيش من وين هي التسميات انا هذا طلعته من الانترنت المثال طيب الان في عندي الكلاس اللي اسمه ميس اي بي سي هذا الكلاس بيرث الاي والبي والسي بنفس الوقت تمام لاحظ اي بي سي هذا الكلاس بيرث بي و C و A طب هو يعني بيرث اي و وسي شو فرقه الترتيب شوي بيفرق وهذا الكلاس بيرث السي و والبي الآن الترتيب وين تبيفرق تب بيفرق لما يكون موجود عندي في داخل هذا الكلاسات دوال بنفس الاسم الان ممكن انت تيجي تقول لي يعني هو بظبط انه يكون في داخل الكلاسات المختلفه دوال بنفس الاسم نعم الكلاس هو عباره عن كيان وحيد كيان لحاله فبالتالي اللي خارج هذا الكلاس ما بيعرف شو في بداخل هذا الكلاس فبالتالي عادي انهم يحتوين على نفس الاسم الان موجود عندي هنا هذول الثلاث كلاسات كل واحد فيهن بورث الاي والبي والسي ولكن شوف الترتيب شو اختلف الان بدي اجي هنا عند طبعا هنا عند الفويد مين انا جيت سويت كائن من الكلاس الاول والكلاس الثاني والثالث والرابع ثم انا بدي اجي اجرب اطبع الفو او الدال اللي فو اللي موجوده في اي واللي موجوده في بي واللي موجوده في C وعفوا اللي موجوده في الميكس واللي موجوده في هذول الثلاث الوارثات تمام الاي والبي والسي اباء احنا لما نشوف الوارثين شو كيف راح تكون طبيعه النتيجه اللي موجوده عندنا لو جينا اول شيء طبعنا الدال اللي فو اللي موجوده في داخل الميكس اكيد راح تكون بما انه موجوده في داخلها فبالتالي هون الاولويه للداله الموجوده في داخلها، فلو جينا نفذنا هذا الامر رح يجي ينفذ لي الداله الموجوده في داخلها ويطبع لي كلمه الميكس. طيب لو جينا جربنا بدنا ننفذ، طبعا هون هذا وارث، فبالتالي بدنا ننفذ طباعه الداله فو، ومع العلم انه هذا ورث الداله فو من الاي، وورثها من البي، وورثها من السي. تمام هاي ورثها من الاي ورثها من البي ورثها من السي في هذه الحاله اي وحده فيهن بينفذ هذه فكره هذه الجزئيه اي وحده فيهن راح ينفذ لو جينا هنا وقلنا له نفذ لهذا الامر اللي هو اي وبي وسي اطبع لي اياها هاي كنترول في ونفذنا هذا الامر. لاحظوا معي انه طبع للسي. يعني شو عمل? يعني نفذ لي الدالة الموجودة في الكلاس سي. طيب لو جينا هنا مثلا والله قلنا له نفذ لي هذا الامر. هاي كوبي. ونفذ لي هذا الامر. هاي كنترول في. وجينا طبعنا لاحظوا معي انه راح ينفذ لي اللي في داخل الدالة او في داخل الكلاس A اذا شوفوا خليني الخص لكم هذه الجزئية باختصار شديد لو كان موجود موجود الدالة في عدة كلاسات وموجودة في الكلاس نفسه لا بنفذ اللي بالكلاس نفسه طيب الان عندي هذا الكلاس بيرث عده كلاسات وهذول الاي والبي والسي موجوده فيه نفس الداله اني وحده بنفذها اللي على اليمين السي طيب في هذه الحالة أني وحدة بنفذها اللي على اليمين الـ A هون هنا لما جينا طبعنا اللي على اليمين الـ A نفذ لي اللي على اليمين نفذ للـ نفس الفكرة لو جينا مثلا اللي هي C A B راح ينفذ الدال اللي فوق اللي موجودة في داخل الكلاس B يعني تعالوا نجربها هاي C A B هاي كنترول C هاي كوبي وهاي كنترول V هاي بيست رح يجي ينفذ لي حسب الترتيب يعني يقرا من اليمين لليسار فبالتالي رح يجي ينفذ لي الداله الموجوده في داخل الكلاس بي ايش الداله الموجوده في داخل الكلاس بي بتنفذ تطبع لي الكلمه بي فلو جينا هيك نفذناها لاحظوا معي انه نفذنا هذه الجزئيه طبعا يعني هذه الجزئيه لانه في جميع الشروحات اللي انا تبعتهن مركزين على هذه الجزئية حتى في هذه المقالة مفصل كثير في هذه الجزئية يعني في الكتاب اللي بصراحة أنا بأخذ منه بجيب بس المعلومات الأساسية بس أنا صرت أشوف أكثر من مرجع ففي داخل هذه المقالة في داخل هذا المقالة مفصل كثير في هذه الجزئية يعني بقول لك في حال والله انك انت مستخدم نفس اسم الدالة في عدة كلاسات ريح راسك وكل كلاس تخدم له دوال مختلفة بس يعني في حال في حال اعرف هذه المعلومه الله يعطيك العافيه